بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة حالين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اليوم راح يكون عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الدبور. بالنسبة للمعلومات الأساسية، أولا أن الدبور هو حشرة يعيش حياة جماعية مثله مثل النحل. المعيشة ضمن مجموعة هو نوع من أنواع الدفاع عن النفس، يعني سواء الدبور أو النحل أو غيره من الحشرات اللي بتعيش في مجموعة، فكرة العيش مع المجموعة هي فكرة مهمة جدا للدفاع عن النفس. وطبعا عادة لما بتكون الحشرة هذه تعيش ضمن مجموعة، دائما الأفراد اللي على الأطراف هذولا هم بيكونوا الأكثر عرضة للمشاكل، زي ما هي النحل اللي بيعيش دائما على أطراف الخلية، على بوابة الخلية، بيكون هم دائما العرضة الأكثر للأعداء. نفس الشيء هذا ينطبق على باقي الحشرات، وربما الأفراد اللي بتكون على الطرف بتكون دائما هي مضحية بنفسها من أجل المجموعة، وهذه الصفة موجودة في الكثير من الحشرات الاجتماعية، منها النحل ومنها أيضا الدبور. طبعا الدبور يعيش بطائفة، وهذه الطائفة لها ملكة واحدة فقط. وعادة حسب نوع الدبور، في دبور طبعا الدبابير أو سواء اللي احنا بنعرفه الأحمر، أو حتى اللي هو الأصفر، الدبور الأصفر أو اللي بنسميه الزقرط، أو في له أسماء كثير، كلهم تقريبا نفس الشيء، لكن تتفاوت الدبابير في أعداد الأفراد. فهنالك أعشاش قد تكون فيها فقط 10 إلى 20 فرد، لكن في بعض أنواع الدبابير ومنها الدبور الشرقي الأحمر قد تصل أعداد الطائفة الواحدة إلى 4000، وربما سجل يعني قرابة 7000 أو 8000 فرد في الطائفة الواحدة. وطبعا الدبابير هي من الحشرات آكلات اللحوم، وبما أنها آكلات اللحوم إذن يصعب عليها تخزين الطعام في الشتاء. النحل لأنه بيخزن العسل بيقدر يعيش في الشتاء ويخزن غذائه، بينما الدبور لا يستطيع أن يقوم بتخزين الغذاء داخل العش، وبالتالي تنتهي دورة الحياة للدبور مع اقتراب الشتاء، وتقوم الدبابير بالتشتية فقط على صفة ملكات فقط، وتدخل هذه الملكات في بيات شتوي ثم تبدأ بالربيع. وعادة في بداية شهر 3 وشهر 4 حسب المنطقة، حسب درجات الحرارة، تبدأ هذه الملكات بالخروج من البيات الشتوي، وتبحث عن مصادر للطاقة للتزود بالطاقة من أجل بناء عش. طبعا أول مصادر الطاقة اللي ممكن تكون متاحة للدبابير هي عصارة بعض النباتات، وربما إذا في شوية عسل، إذا في شوية أم، لكن لا تهاجم الملكات النحل، لأنه هذه يعني مغامرة خطيرة في هذه المرحلة، لأنه الملكة لوحدها، فهي تبحث عن مصادر رحيق أو طاقة سهلة الحصول عليها من دون ما يكون فيها مشاكل، وتتزود بالطاقة لتبني أول عش. هذا العش اللي بتبنيه في البداية عادة هو عبارة عن مجموعة من المواد الخشبية، تقوم بمزجها وعمل العيون التي تشبه العيون السداسية بالنسبة للنحل، وتبني أول عش، وتقوم بوضع أول مجموعة من البيض. وبعد ما تقوم برعاية هذه اليرقات وتغلق اليرقات، تبقى الملكة داخل هذا العش ولا تغادره حتى نهاية السنة. إذن هذه الملكة تقوم ببناء أول عدد من العاملات وتختفي. فإذا احنا في شهر 3 وشهر 4 راح نلاحظ أنه في ملكات دبور تطلع، بعدين تختفي فجأة، خلاص ما عاد تظهر الدبابير. بتكون هذه الملكات بدأت بتربية أول دفعة من اليرقات والعاملات، وخلاص تبقى هذه الملكة داخل العش ولا تغادره بعد ذلك. الآن هذه الأعشاش عادة تقوم الملكات ببنائها دائما في مناطق مغلقة، في تجاويف، هي مشابهة للنحل في أنها بتبحث دائما عن تجويف،
ليش؟ لأنه الدبابير أيضا تقوم بضبط حرارة العش زي ما هو النحل، صحيح مش بنفس الكفاءة زي النحل، لكن هو يقوم بضبط الحرارة، فإذا لابد من وجود تجويف للدبور الشرقي. طبعا في دبابير في مناطق أخرى استوائية تعيش في العراء، يعني في الجو العادي، مثلها مثل النحل الآسيوي القزم مثلا، لا يعيش في التجاويف. نفس الشيء الدبور اللي في منطقتنا احنا يبحث عن التجاويف لبناء اول عش. الان بمجرد ما قامت الملكة بوضع اول مجموعة من البيض وتربية اول دفعة من اليرقات، قلنا بتختفي هاي الملكة، الان بتطلع اول دفعة من اليرقات. هذه العاملات تبدأ بالخروج لجمع الغذاء للملكة وللعش. هذه العاملات أول ظهورها أيضا تحاول الابتعاد عن مناطق الخطر، لذلك لن تقوم هذه العاملات في بداية الأمر بمهاجمة الخلايا النحل، عادة تبحث عن مصادر غذاء سهلة. وحتى هاي العاملات لو عثرت عليها أو شفتها وحاولت يعني تهاجمها، لن تقوم بمهاجمتك أو لدغك. يعني عادة هذه الدفعة الأولى من الدبابير تكون نوعا ما مسالمة أو تحاول أن تكون مسالمة، ليش؟ لأنها تخاف من ردة الفعل وبالتالي الموت، لأنه لو مات مثلا الملكة الدبور مثلا بنت عش وعملت مثلا 15 إلى 20 عاملة، الآن لو هاي العاملات كانت إلى حد ما شرسة ومشاكسة وذهبت للنحل، ممكن النحل يقتل منها مثلا عدد، لو النحل قتل له منها 4 5 فأنت بتحكي عن حوالي 20% من القوة العاملة في أول فوج. فلذلك الدبابير عادة أول دفعة أو دفعتين من الدبابير لن تقوم بمهاجمة، لذلك احنا ما بنشوفهم في مناطق النحل، دائما بيبحثوا عن مصادر غذاء أسهل و أحسن لهم من النحل أو الاقتراب من مناطق الخطر. طبعا زي ما حكينا، طبعا احنا نعرف أن الدبور عند لدغه للإنسان لا يموت، فهو صحيح لا يموت بسبب اللدغ، مش زي النحل، النحل لما بلدغ هو نفسه بيموت، صحيح الدبور يمكنه اللدغ أكثر من مرة، وبالرغم من ذلك فإن الدبور يحاول أن يتحاشى الصدام في بداية الأمر حتى يعني تمر أول دفعة أو دفعتين من العاملات بسلام لتكبير العش. بعد ما يصير النحل أو الدبور عنده أعداد أكبر في العش، يصبح أكثر شراسة وأكثر قدرة على الهجوم. زي ما حكينا الدبور يقوم بضبط حرارة العش لكن ليس بكفاءة النحل، يعني هذه لازم نتذكرها. وتبدأ في لحظة ما معينة أثناء دورة الحياة، الآن بدأت الأعداد تزداد، تبدأ بمهاجمة الخلايا، وفي لحظة ما معينة من السنة أيضا تبدأ الملكات بوضع بيض ذكري لإنتاج الذكور ومن ثم إنتاج العذارة، اللي هذه أيضا بدورها راح تتلقح وتبدأ بالدخول إلى البيات الشتوي للموسم القادم، وهكذا حتى تكتمل دورة الحياة. طبعا الملكة أول ما بتقوم لما بتفكر الملكة بأنها تبدأ بإنتاج الذكور والعذارة، تنتج الذكور أولا، تقوم بوضع بيض الذكور أولا، ومن ثم لاحقا تبدأ بتربية العذارة اللي بدورها راح تتلقح مع الذكور وتصبح ملكات. طبعا من أهم الدراسات اللي يعني أجريت بهذا الخصوص هي متى تبدأ ملكات الدبور بوضع بيض ذكور وبيض عذارة. يعني لغاية الآن تشير الدراسات إلى أنه هي عبارة عن لحظة حاسمة في دورة الحياة، تقرر فيها الملكة التحول من إنتاج اليرقات العادية العاملات إلى إنتاج الذكور وإنتاج العذارة. وعادة هاي اللحظة هي إلها علاقة بنسبة العاملات في الخلية إلى نسبة اليرقات. فإحنا بنعرف إنه العاملات تبدأ بالازدياد وأيضا اليرقات تبدأ بالازدياد، لكن يبدو إنه النسبة بيناتهم تبقى ضمن حد معين. في لحظة ما معينة خلال السنة يختل هذا النسبة أو التوازن ما بين العاملات وما بين اليرقات،
بهاي اللحظة تبدأ عملية السويتش هذه أو التغير عند ملكات الدبور من إنتاج عاملات إلى إنتاج ذكور وإنتاج عذارة. الآن الدبابير تختلف عن النحل في بعض النقاط، فإحنا نعرف أن النحل يبدأ ببناء العيون السداسية كبيرة الحجم، الآن إذا باضت الملكة بنفس العين أكثر من مرة فتبدأ العين السداسية بصغر حجما حتى تصبح يعني بصبح النحل الذي أو العاملات التي تربى في هذه العيون أصغر حجما بسبب صغر حجم العين. في الدبابير الأمر شوي مختلف، أول العيون التي تبنيها الملكة بتكون صغيرة، ثم مع مرور الوقت ومع توفر مصادر الغذاء تبدأ العيون هذه بتصير تكبر. طبعا هي عادة لا تقوم الملكة بتربية يرقات في نفس العين أكثر من مرة، يعني تقوم بذلك لكن مش بنفس التكرار بالنسبة للنحل. احنا بنعرف أن النحل ممكن أن تقوم الملكة بوضع أجيال عديدة ضمن العين السداسية الواحدة، عادة الدبور لا، بفضل أنه العين اللي استخدمها يبني بعدين عين جديدة. فعادة الملكة لما بتقوم ببناء أول عيون سداسية لتربية الدبابير بتكون حجمها صغير. طب ليش حجمها صغير؟ لأنه هي عندها مخزون من الطاقة موجود في جسمها، بدها تربي أول دفعة من العاملات، فلو كانت العيون كبيرة واليرقات طلعت كبيرة بدها غذاء كثير، فما راح تكون الملكة قادرة على توفير هذا الغذاء، فلذلك تقوم ببناء عيون صغيرة الحجم حتى تبني أو تربي أول دفعة من العاملات ممكن تكون صغيرة بالحجم. الآن مع مرور الوقت وتوفر غذاء ومصادر غذاء أكثر تبدأ يبدأ الدبور بزيادة حجم العين وبالتالي تربية عاملات أكبر حجما. قد تصل في بعض الأحيان في نهاية الموسم إذا كان موسم طويل وممتاز وفي توفر في الغذاء للدبور بصير الدبور اللي يطلع آخر شيء حجمه بحجم الملكات، وعند هاي اللحظة اللي هو بصير عندنا سويتش ما بين تربية عاملات إلى تربية ذكور وتربية عذارة. وطبعا زي ما حكينا التحول أيضا يرافقه القيام بتخزين الغذاء على شكل أجسام دهنية داخل جسم العذارة اللي راح تصير ملكات، وهذا مشابه إلى حد ما فيما يحدث بالنحل. احنا نعرف أن النحل أيضا النحل الشتوي يبدأ بتخزين الطاقة في الأجسام الدهنية اللي بيستخدمها لاحقا بعدين من أجل تربية الدفعات الأولى من اليرقات في حتى في منتصف الشتاء، يعني بتلاقي الدنيا شتوية وإلى آخره، لكن تبدأ الملكة بوضع البيض من منتصف شهر واحد. طيب عندنا برد وإلى آخره، منين بيجيب النحل؟ هو يقوم باستخدام الغذاء المخزن داخل الأجسام الدهنية، وهذا تماما ما تقوم به أيضا الدبابير، حيث تقوم بتخزين كميات كبيرة من الطاقة في الأجسام الدهنية اللي بتستخدمها لاحقا في نهاية البيات الشتوي. طبعا الآن لما بتبدأ الملكة بإنتاج العذارة، قديش الملكة بتنتج عذارة بيعتمد على حجم العش وبيعتمد على طول الموسم، فكل ما كان الموسم طويل بالنسبة للدبابير، يعني بدأ مبكرا بشهر 3 واستمر حتى شهر 11 مثلا، كل ما زاد فترة الموسم هذا بيكون عدد العذارة اللي بتنتجها الملكة في العش الواحد أكبر، وبالتالي لذلك يتفاوت اللي هو أعداد ملكات الدبور عادة من موسم لموسم بناء على هل كان الموسم جيد ولا لا بالنسبة للدبور. وطبعا زي ما حكينا اليرقات الدبابير تتغذى على اللحوم، فالنحل الدبور بصيد مثلا نحل أو بجيب طعام عادة على شكل لحوم، ممكن يجيب أيضا الدبور معروف أنه يقوم بصيد العناكب وصيد بعض أنواع الجراد، يعني فبالتالي الدبور بوكل أكثر من نوع من أنواع الحشرات، وكلها في نهاية المطاف بجيبها بطعمها لليرقات. هاي اليرقات لأنه راح تتغذى على لحم عادة راح يطلع منها نفايات كثيرة. احنا بنعرف أنه النحل مثلا لأنه بتغذى على غذاء ملكي وبتغذى على حبوب لقاح وعلى خبز النحل، النفايات اللي بتطلع من اليرقة بتكون قليلة جدا يعني ما بتشكل أي مشاكل، بينما في الدبور لا، الدبور يرقة الدبور تقوم بتغذية
إنتاج كمية كبيرة من النفايات، وهذه كلها بتخزنها في قاع أو في قعر العين السداسية. ويمكن التعرف على عدد الأجيال التي تم تربيتها في المدبرة الواحدة من خلال عد هذه الأكياس من النفايات اللي بتقوم اليرقات بتخزينها في قاع العين. وطبعا هاي اليرقات، يرقات الدبور، راح تستهلك هاي تستهلك الغذاء، ومن ثم تتشرنق من أجل أن تنسلخ وتبدأ بالتحول إلى دبور عامل. وطبعا تقوم بالانسلاخ أكثر من مرة، الدبور يقوم كما هو النحل أيضا يقوم بالانسلاخ أكثر من مرة حتى تصل إلى مرحلة الحشرة البالغة. الدبور الآسيوي مثلا يستطيع الدبور الواحد أن تقتل 40 نحلة في الدقيقة، بمعدل يعني نحلة كل ثانية وشوية. وبالتالي مجموعة من الدبابير الآسيوية هذه تكون قادرة على إفناء خلية من 30,000 نحلة خلال ساعتين فقط أو 3 ساعات. طبعا الدبور الآسيوي بيختلف عن الدبور الشرقي تبعنا. الدبور الآسيوي يقوم بقتل النحل لأنه مش بده يأكل النحل، هو بيقتل النحل من أجل السيطرة على الخلية، ومن ثم بدخل إلى داخل الخلية ويبدأ بالتغذي على اليرقات والتغذي على العسل وحبوب اللقاح، ويقوم بجلبها إلى العش. لكن احنا الدبور اللي احنا بنعرفه، دبورنا اللي هو الدبور الشرقي، يبدأ أولا بمهاجمة النحل والتغذي على النحل، وعندما تضعف الخلية ممكن يبدأ بمهاجمة الخلية بأعداد كبيرة، ومن ثم يدخل إلى الداخل ويقوم أيضا بالتغذي على اليرقات والتغذي على العسل وحبوب اللقاح. الآن نحل متفاوت، في نحل يستطيع أن يعني إلى حد ما يبدي نوع من المقاومة تجاه الدبور، وإحنا هذا بنلاحظه. يعني في بعض الخلايا بتلاقيها عندنا بتقوم بالتكور، وإحنا هذه بجوز الجميع بيعرفها، إنه النحل يتكور على الدبور ويرفع درجة الحرارة، وبوصل درجة الحرارة تقريبا ما بين 45 إلى 48. تقريبا عند درجة حرارة 45 يموت الدبور، 45 46، بينما النحل يستطيع أن يتحمل حتى 47 أو 48. وبالتالي بيصير موت، مش فقط حرارة، مش فقط حرارة، تبين أنه هو عبارة عن كرة فيها حرارة عالية وفيها منع للأكسجين. فإذا هو يعني طبخ هو أيضا اختناق مع بنفس الوقت، يعني هذا المزيج مع بعض يؤدي إلى موت الدبور في هذه الكرة. لكن زي ما حكينا طبعا هذه تعتبر يعني مقاومة إلى حد ما ضعيفة مقارنة بالأعداد الدبابير اللي ممكن تهاجم الخلايا. الكويس في هاي الخطوة، إذا استطاع النحل أن يقتل أول الدبابير اللي بتيجي على الخلية، لأنه هاي الدبابير عادة هي الدبابير المستكشفة، فبدل ما انه هاي الدبابير ترجع تخبر المدبرة وتجيب اعداد اكبر، اذا تم القضاء على هذه بتكون الخلية اعفت نفسها من هجوم كبير للدبور. اما اذا فشلت فعادة راح يبدأ الدبور بمهاجمة الخلية باعداد كبيرة، وبالتالي بتصير صعب جدا السيطرة على الموضوع. الان الدبور نفسه أصلا يتحاشى في بداية الأمر زي ما حكينا مهاجمة الخلايا، ولذلك هو يحاول أن يصطاد النحل مرات في المرعى أو في طريق عودة النحل إلى الخلية، لكن لا يهاجم مدخل الخلية إلا لما بيكون متأكد من نفسه أنه قادر على مهاجمة مدخل الخلية، ويستطيع أن يعني يحصل منفعة من وراء هذا الهجوم. طبعا مع مرور الوقت ودخول الصيف عادة يزداد الدبور شراسة ويزداد قوة، ومن هون تبدأ معاناة النحالين في موضوع الدبور ومشاكل الدبور. طبعا هنالك أعداء حيوية للدبور أيضا، فهنالك الكثير من الطيور ممكن تهاجم الدبور نفسه أو ممكن تهاجم أعشاش الدبور، ولكن هذه للأسف هذه الحيوانات أو الطيور نادرة الوجود، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها
في مقاومة الدبور. من المعلومات الرهيبة أن الدبور مشابه للنحل في أنه عبارة عن مكون من رأس وصدر وبطن، لكن بنلاحظ أنه في خنصرة يعني ما بين الرأس والبطن، في يعني حلقة هيك ضعيفة، وما بين الصدر والبطن أيضا خلينا نقول في اختناق، في خصر نحيل جدا. وبالتالي طبعا هذا الخصر أو هذا التفصيل للحشرات هو تفصيل مهم جدا إلها للطيران، من أجل الطيران البهلواني والمراوغة وإلى آخره، وهذا ضروري جدا لبقائها. لكن بنفس الوقت إنه راح تكون نقطة الاتصال ما بين الصدر وما بين البطن هي عبارة عن منطقة رفيعة جدا، هذه عادة هي المنطقة التي ينتقل فيها الطعام من الفم إلى الجهاز الهضمي، فلازم يمر عبر هاي القناة الضيقة جدا جدا جدا. بالنسبة للنحل ما عنده مشكلة، ليش؟ لأنه النحل يتغذى على الرحيق، يتغذى على العسل، هذا سائل، فالسائل يسهل أن يدخل ضمن هاي القناة الرفيعة جدا اللي مواصلة ما بين الرأس والصدر والبطن. بينما في الدبور بياكل لحوم، وبالتالي يصعب انه اللحوم اللي بياكلها هاي تمر عبر ايش؟ تمر عبر هاي القناة. فشو بيساوي؟ طريقة ذكية جدا الدبور بتعامل فيها بهذا الموضوع، هو بياخذ اللحم وبيروح فيه على العش. واحنا بنلاحظ انه النحل بيجي بقطقط هالنحلة وبعدين بزم وبروح. ليش هو بروح؟ بياخذها إلى عشه، إلى العش. شو بيساوي فيه هناك؟ بيطعمه لليرقات، اليرقات المفتوحة. فإذا هو يقوم بإعطاء اليرقات لحم، مادة لحمية. اليرقات تعرفوا هي عبارة عن أنبوب، يعني بتكون لسه ما فيها الخنصرة هاي، فما عندها مشكلة، بتوكل اللحم وتبدأ هاي اليرقات بهضم اللحم من أجل التغذية. طب شو استفادت الدبورة العاملة؟ تقوم اليرقات بإفراز مادة مثل الغذاء الملكي. كيف؟ يعني على عكس النحل، النحل بيقوم بأكل الحبوب اللقاح والعسل ومن ثم إفراز الهلام الملكي لإطعام اليرقات. هون لا، يرقات الدبور تأكل اللحم، هي بتأكل اللحم وتقوم بإفراز مادة تشبه الهلام الملكي زي الحليب، مادة حليبية لتغذية الدبور الحشرات البالغة. فالآن هذا بصير إيش؟ نوع من يعني التكافل، بحيث انه الدبور الاحمر الناضج البالغ بده ياكل، بس هو ما بيقدر ياكل لحم، فبيجيب اللحم لمين؟ لليرقات. اليرقات تاخذ غذائها، وبالمقابل بتعطي شويه طاقه لمين؟ للدبور، مشان يروح يجيب كمان لحوم. هاي العلاقه ما بيناتهم هي علاقه يعني بالعربي او بالفلاحي عندنا بقول لك حكلي تحكلك، بمعنى انه اليرقات بتغري الدبور بإعطائه الغذاء الحليبي هذا الغني بالطاقة، بالمقابل العاملات الدبور تقوم بجلب المزيد من الغذاء لليرقات. وطبعا هذه العلاقة ما بيناتهم تستمر حتى نصل لمرحلة بصير الغذاء برا يشح. لما بصير الغذاء برا يشح إلى حد ما، بتبطل الدبابير العاملات قادرة على إطعام اليرقات. بهاي اللحظة تبدأ الدبابير بالتغذي على اليرقات نفسها، بصير الدبور يأكل اليرقات نفسه حتى يتغذى. وزي ما حكينا في هاي اللحظة بيكون بلشت الملكة بإنتاج الذكور وإنتاج العذارة، فتبدأ هذه العذارة بالتغذي بشراهة على يرقات نفس الدبور من أجل التجهز للشتاء. وفي هاي المرحلة تنهار طبعا المدبرة، وتتحول معظم العاملات الموجودة فيها إلى عذارة، وتقوم بالتلقيح ومن ثم الدخول إلى البيات الشتوي. إذا كما ذكرنا، إذا مع نهاية الصيف بداية الخريف بتصير مصادر الغذاء غير كافية، تبدأ الدبابير العاملات ب يعني عدم القدرة على توفير الغذاء لليرقات، واليرقات بدورها ما راح تقدر توفر غذاء أيضا للعاملات، لأنه ما في مصدر غذاء، ما راح تقدر هي تعطيهم غذاء. في هاي اللحظة زي ما حكينا تبدأ العاملات والعذارة بالتغذي على اليرقات، ومن ثم بعدين
تخرج بأعداد كبيرة جدا. هذا اللي بلاحظه النحال، إنه عادة مع نهاية الصيف، يعني بقول لك لما بلشنا ندخل على شهر 9 وهذا، بتشوف إلا انفجار كبير جدا حصل في أعداد الدبابير. طبعا هذا الانفجار هو عبارة عن خروج العاملات كلها في المدابر للبحث عن مصادر غذاء، لأنه بطلت تقدر تلاقي يرقات تعطيها غذاء، فصارت تبحث عن مصادر غذاء. وعادة في هاي المرحلة بتكون هي بتبحث عن مصادر طاقة. الآن الدبور في بداية الربيع يبحث عن مصادر طاقة، يعني عن مادة سكرية. أثناء الصيف بيبحث عن مواد بروتينية، لحوم. لكن مع نهاية الصيف وبداية الخريف يبدأ بالبحث أيضا مرة أخرى عن مصادر الطاقة. وهذا مهم جدا للنحال يعرفه، لأنه بده يعرف شو يقدم طعم للدبابير. فعادة في بداية الربيع إذا بدك تصيد ملكات الدبور يفضل أن تقدم مادة سكرية في مكان برا، هيك سهل جدا للدبور يوصل له. عادة الدبور بيروح على هاي المصادر من أجل الحصول على الطاقة. لذلك إذا بدك تركب مصايد دبور في بداية الربيع، ركبها وحط فيها مادة سكرية، لا تحط مواد لحم، ما بيجي على اللحم، ما راح تيجي على اللحم، راح تيجي على مادة سكرية. الآن بعدين في فترة الصيف لما بتكون العاملات الدبور منتشرة، بتكون بتدور على مصادر لحوم. هون لو حطيت لحوم للدبور راح يجي يأخذها، وإذا حطيت له معاه السم ممكن يجيب فائدة هذا الموضوع. لكن مع انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، عادة برضو كمان لا يعد مجديا إعطاء الدبور مصادر لحم، ببطل. بينما لو أعطيته مصادر سكر أو عسل وإلى آخره، بيكون أفضل بكثير من إعطائه مصادر مثل اللحوم. وزي ما حكينا أنه في هاي المرحلة اللي هي من نهاية الصيف بداية الخريف، يبدأ السويتش هذا، وتبدأ الملكات بإنتاج عدد أكبر من الذكور والعذارة، وتبدأ هذه العذارة بالتغذي على اليرقات من أجل تخزين كميات كبيرة من الطاقة داخل الأجسام الدهنية، والتحضر لموسم الشتاء وموسم البيات الشتوي. من المعلومات أيضا المهمة أن الدبابير مهمة جدا للتوازن الطبيعي. يعني إحنا كنا حالياً منشوف الدبور دائما على أنه يعني حشرة سيئة بالنسبة لنا، لكن في واقع الحال أن الدبور هو حشرة له دور مهم جدا في التوازن الطبيعي. فمعروف أن الدبور أيضا يتغذى على أنواع كثيرة من الحشرات، منها العناكب ومنها الحشرات أخرى مثل الجراد، وبالتالي يعني إلها دور في موضوع مكافحة الآفات الزراعية أيضا، وإلها دور في الحفاظ على التوازن الطبيعي. فإحنا يعني صحيح دائما بننظر للدبور من وجهة نظرنا كنحالين، بس إذا وسعنا شوية الدائرة ممكن نلاحظ أن الأمور شوية مختلفة. على كل حال صعب نقنع النحال أنه والله ما تكافح الدبور، هذا لابد منه حتى يحافظ على المنحى. لذلك طبعا بدنا نعرف احنا زي ما حكينا انه الدبور في بداية الربيع بيبحث عن مصادر معينة من الغذاء، في فصل الصيف بيختلف مصادر الغذاء اللي بيبحث عنها، وفي نهاية الموسم في بداية الخريف بيرجع مرة اخرى لمصادر الطاقة. في مرحلة استهلاك الدبور للحوم، عادة الدبور يفضل اللحوم الحية، يعني ما بيحب اللحم الميت او شوي القديم. فكل ما كان اللحم فريش، كل ما كان يعني قبول الدبور له أكثر وأفضل من اللحوم الميتة. وهذا أيضا له دور في موضوع لما بدي يجي النحال يحط نوع من المصايد أو بعض السموم، بده يحاول يختار اللحوم اللي بتكون طازجة، يعني حاول قد ما تقدر إنه يكون مصدر اللحوم بعده طازج جديد، حتى لأنه إذا تأخر شوية بيكون ما بيقبله. والدبور يعني عنده حواس قوية جدا للتعرف على المصدر الغذاء بشكل ممتاز. طبعا احنا المصائد اللي بنفضل دائما استخدامها هي فعالة جدا في اذا استخدمناها لصيد الملكات، بس ما لن تكون المصائد فعالة للتخلص من الدبور في حال انتشاره في فصل الصيف. لذلك احنا دائما بنشجع النحالين على استخدام مصائد الدبور لصيد الملكات، سواء في بداية الموسم او في نهاية الموسم. أما إذا استفحل الدبور في الصيف، مصايد بتصير إلى حد ما يعني عبارة عن هيك فقط فشة غل للنحال، لكن لن تكون مجدية في صيد عدد كبير من الدبور والتخلص منه بشكل سهل. لذلك لابد من
الطريقة المثلى للتخلص من الدبور في فصل الصيف إذا انتشر هو استخدام السموم، وبشكل آخر اللي هو الوصول إلى عشاش الدبابير. طبعا مش دائما صيد الملكات بيكون فعال، يعني هم حتى هذا الشخص عنده دراسة وجدوا أصلا أنه الملكات هذه العذارة اللي خرجت في الخريف ودخلت إلى البيات الشتوي مش كلها في نهاية المطاف تصبح ملكات وتقوم بالتعشيش. عادة عند خروج هذه الملكات من البيات الشتوي بتقوم كل ملكة بالبحث عن مكان لتعشش فيه، ممكن تكون الملكة عششت في مكان وراحت تجيب أكل إلى آخره، بعدين ملكة ثانية شافت العش فممكن الملكة الثانية تحتل هذا المكان ويصير ربما صراع وقتل، يعني بعض ملكات الدبور تقتل ملكات أخرى. فإذا أصلا الملكات هي بنفسها راح يكون في نوع من الصراع على الأماكن، صراع على العشاش. نعرف أن الملكات الدبور هذه ممكن تتعرض يعني الهجوم من قبل طيور، من قبل حشرات أخرى إلى آخره. فإذا هنالك نوع من الديناميكية، مش سهل يعني الموضوع. فوجدوا أنه لما في بعض السنوات حطوا مصايد لصيد الملكات وجدوا أنه أعداد الدبور في الصيف ما اختلفت كثير. ليش؟ لأنهم هم صادوا عدد معين من الملكات، خففوا من المنافسة بين الملكات، هم ما عملوا شيء بس خففوا من المنافسة بين الملكات، وبالتالي في الصيف كانت نسبة نجاح الملكات أعلى في بناء عشاشها لأنه خفت المنافسة بيناتهم وصار انتشار أكبر للدبور. إذا أنت بدك تصيد ملكات الدبور، يا إما بتصيدها بشكل فعال ممتاز يا إما ما تصيدهاش. هذه الخلاصة حسب هاي الدراسة اللي عملها هذا الباحث. لذلك يعني زي ما شايفين التركيز هو على صيد أكبر عدد ممكن من الملكات في بداية الربيع، وأيضا ربما صيدها في الخريف بيكون أيضا له فعالية أكبر. طبعا الملاحظ أنه إذا كان في مدبرة قديمة وخلاص انتهت السنة، الآن عششت الملكات في البيات الشتوي ثم خرجت في بداية الربيع، إذا طلعت الملكات هاي ولقت عش قديم عادة ما بترجع تستخدم العيون تبعته، ما بتستخدم نفس العيون لبناء مرة أخرى، لا قد تستخدم المكان لكن بتبني عش جديد. وهذا اللي السبب إنه مرات ممكن نيجي على مدبرة نلاقي فيها طبقات مختلفة من الألواح، هذه بتكون مش عش دبور لسنة واحدة، بيكون لسنوات، في كل سنة بتيجي ملكة جديدة وبتبني طبقات جديدة من الأقراص هذه، وبالتالي قد تبدو فعلا ضخمة بشكل كبير. وهذا ينطبق أيضا على الدبور الأحمر الشرقي وأيضا على الأنواع الأخرى من الدبور الأصفر. طبعا هناك معلومات أخرى كثيرة بيعرفوها الإخوة النحالين عن الدبور، إحنا مش بصدد التعرض لها بس أنا حاولت ألتقط المعلومات اللي ربما قد تكون جديدة بالنسبة للنحالين، ونحاول نركز على موضوع كيف النحال ممكن يصل إلى طريقة للسيطرة على أعداد الدبور بدون منازع. محاولة السيطرة على الملكات هو الدرجة الأولى، محاولة يعني الحصول على أو اكتشاف المدابر نفسها للتخلص منها. ممكن النحال يقوم ب أو مجموعة النحالين في منطقة يعني، وهذه نجحت عند بعض النحالين، أنا بعرف أنها نجحت عند بعض النحالين، بيخبر الرعيان في المنطقة أو سكان المنطقة والأولاد أو إلى آخره إنه يا عمي اللي بيجيب لي ملكة دبور، طبعا شهر 3 وشهر 4 بعد هيك لا خلص، بدي تجيب لي ملكة دبور بشهر 3 وشهر 4 وخذ عليها مثلا دينار. أوكي الآن لو فعلا استطاع انه يلم له 200 300 ملكة دبور في المنطقة اللي هو فيها، على الأغلب هذا راح يؤدي إلى خفض أعداد المدابر ومشكلة الدبور في الصيف. زي ما حكينا المصايد لازم نشغلها في بداية الربيع ونحط فيها مصادر طاقة. الشيء المثالي عسل، الشيء المثالي عسل أو محلول سكري، هذا بتفضله ملكات الدبور عن انك تعطيها مثلا لحم أو تعطيها سردين أو تعطيها أي شيء آخر. الآن في فترة الصيف إذا فشل النحال في السيطرة على الأعداد
في بلادنا ما في قدامك إلا أنك تستخدم السموم ربما، يعني مع بعض التحفظات طبعا إذا بدك تيجي تحكي عن من وجهة نظر بيئية شمولية. وربما قد يكون الحل المناسب في بعض الأحيان هو الرحيل، الرحيل من المنطقة اللي أنت فيها وتروح لمنطقة فيها دبور أخف شهرين زمان وبعدين ترجع مرة ثانية. واحنا بنعرف أنه عادة الدبور عندنا في الأردن يبدأ بالانتشار بشكل كبير عادة بشهر 7 وطالع عادة، يعني معظم المواسم بتكون شطبت. فالمفروض أنه النحال إذا اشتغل صح خلال الفترة هاي وحاول يصيد ملكات دبور ويخفف من أعدادها عادة ما عنده مشكلة، أما إذا استفحل عنده الدبور في الصيف يفضل أنه يحاول يرحل النحلة شهرين زمان عبين ما تخف الأمور في نهاية الصيف أو بداية الشتاء. وزي ما حكينا، زي ما هو مهم جدا صيد الملكات في بداية الموسم، أيضا مهم جدا صيد الملكات في نهاية الموسم. ملكة واحدة تعفيك من ربما 7 آلاف أو 8 آلاف دبور في الموسم القادم اللي بعده. المشكلة أنه الدبور الشرقي هو من أكبر الدبابير تربية للأفراد، فزي ما حكينا في بعض أنواع الدبابير قد يكون فقط 10 20 عامل فقط بالمدبرة، بينما الدبور الشرقي قد يصل بأعداده إلى 7000 8000، والملكة الواحدة في نهاية السنة قد تقوم بإنتاج 1000 عذرة أو ربما يزيد عن ذلك. تخيلوا أنه ملك أو مدبرة واحدة ستكون قادرة على إنتاج مئات ربما من المدابر في السنة اللي بعديها. لذلك أيضا مرات لما بيكون النحال في موقع واحد والنحل في موقع واحد وظل دائما في نفس الموقع والبيئة مناسبة، عادة بيكون صعب جدا عليه السيطرة على الدبور إذا كانت منطقة موبوءة بالدبور، لأنه مدبرة واحدة تفلت من السيطرة. أنت بتحكي عن مئات العذارة اللي راح تنتج، وهذه راح تعمل لنا مئات المدابر في السنة اللي بعديها. لذلك بدها شوية انتباه وحذر من قبل الأخوة النحالين، وإن شاء الله بنتأمل أول شيء إنه يعني مشاكل الدبور تخف ويبدأ النحال فعلا بالتفكير بالسيطرة على مشكلة الدبور في بداية الموسم. عادة دائما شهر 3 شهر 4 بيكون النحال جدا مشغول مش فاضي يبلش بسواليف الدبور، بينما لو بذل شوية جهد في هذا الموضوع راح يرتاح بشكل كبير في فصل الصيف. والله يريح بالكم جميعا، وإن شاء الله مواسم خير وبركة على الجميع.